مش كل اللي كان اكثر واحد تحدين ولا قلتي انا لاعب دابا زوين مع المورفين. انا ما نقولكش ديك الليل بوست دار انترفيو مع فارق وهضر فيه على بزاف البلانات في الحياه تاعو الشخصيه وكذلك الفنيه وبزاف الناس ما فهموش. وحنا جينا اليوم باش نعطيكم ملخص الانترفيو في مده قصيره ما غير تفرج من الاول حتى الاخر باش تخش فيها مزيان. واذا فهمتي مزيان ما تنساش معاك لايك ابوني لاشين ونمشيو للبرومير نقطه هضر عليها. اول نقطه تاع عليها بوز يقدم راسه الحياه تاعو الشخصيه اللي بزاف الناس ما عارفينهاش اللي هو ديما كيهضر مع البيبليك تاعو غير بالموسيقى. وثاني حاجه هضر على الشخصيه تاع بوز اللي قال عليها بانها كيستعملها باش يوصل الميساجات مباشره غير بالورقه وستيلو. وهضر كذلك على الاكي اي ديالو ومنين جا اللي هو فهمها بواحد الطريقه اللي زوينه وبسيطه بلا ما يعقدها. وكانت لي وجهه نظر مختلفه على كاع الروابط فاش كيهضروا على الاكي اي. وبهالطريقه هذا بوز ربح بزاف البيبليك ومنها هضر على صاحبه بلي اللي كان معاه في جروب حالفين. وفي الهضره على الاسم تاعو جبت بزاف السميات اللي بدا بهم في الاول راب بحال اطلس مونستر. وكذلك هذا على الدخله تاعي اللي اصبحت سينياتور معروف بها في الكلاش. بوز ما نساش باش يهضر على الطفوله وكيفاش دارت في ايموجز. جبت بزاف الالعاب اللي جيت على تيك توك ما يعرفهمش. وكذا على الطفوله والمسار الدراسي تاعو وكيف تاخب المدينه فين كبر. واهم نقطه هضر عليها هي المعاناه ديالو مع الدراسه وفاش كطيح الثلج كتعرق الطريق. ورغم ذلك كمل في الدراسه وخد الباك ديالو مشى لافاك. وكذلك هضر على الحلم تاعو هو يكون جورناليست لان الاب ديالو كان كيبغي يسمع الاخبار وطريقه سمع الاب ديالو الاخبار خلاص عنده واحد الشغف يكون بيت فرج فيه شي نهار. بوز هضر على اول مره سمع الموسيقى وكيفاش اكتشفها. قال بان بدا الموسيقى تاع بلاده الثقافه الامازيغيه وشاف البيف ومازال صغير. وهضر على المغامرات تاع الاب ديالو مع الشعر والغناء به بين القبائل. وقال بان اول تراك سمع في الراب هو تاع قمدي فاش كان مازال في بيرانا لابو. وفي 2011 بوز اول مره يكتب لي ستاف الراب المغربي ومنها شكر الناس اللي بداو معاه النهار الاولاني وعاونوه في التسجيل. وقال ايضا بان اول ماتريال خداه كان مصدر الفلوس تاعو عن طريق لابورس. بوز ضاع على البروجي اللي خرج من 2016 حتى 2024 وكيفاش بدل الستيل تاعو في الكتابه باش يقدر يفيزي بزاف للبيبليك. وقال ايضا كل ما زاد البيبليك كبر كل ما زادت المسؤوليه غادي وكتكبر. ولقاها فرصه فاروق باش يهضر ليه على التراك الهواسه وكيفاش احتاج داك التسلسل في ليفرسيون. اما بالنسبه للسينياتور تاعو مع الليبل قال بان تبدلات الباسيون تاعو في الراب لانه اصبح متعلق بالفلوس اكثر من الشغف في الحب في الموسيقى. بوز قال بان الريتم عندنا بالمغرب حسن بزاف من نقلو من الراب الامريكي او الفرنسي لان السورس تاع الانسبيراسيون كتكون في الثقافه ديالك اللي انت متشبع منها. والاب ديال بوز غادي يكون معاه في الالبوم الجاي كانه في بيف في نفس تراك واحد. هي حاجه ماشي غريبه راه وقعت حامل مره في فرنسا بين جيناسيون قديمه وجيناسيون جديده. اما بين الاب والابن مازال القضيه واقعه عمرها ما شفتها في حياتي. بوز ضاع البيف ديالو مع المورفي بانه كان بيف زوين وكان تحدي بالنسبه لي لانه كتبيف مع رابر كيكتب مزيان. وكان في ديك الوقيته المورفين عنده بيبليك على بوز. اما هذا الاخير كان يلاه بادي يصنع في سميتو وقدر ياخذ ريسبي مع نوفيل بيبليك. بوز باه هنا بواحد الذكاء اللي خارق قدر يربح بزاف الناس اللي كانوا ضده لانه شرح شي حوايج اللي كانوا منطقيين وزاد هو اكدهم ديك العفويه ديالو في الهضره بدون تصنع. وبوز انتقد المورفي في الانترفيو تاعو مع فارق وقال بانه ماشي هو اللي كيكتب التراكات ديالو لانه في الذكاء ديالو في الانترفيو كان طايح. اما بالنسبه للبيف ديالو مع سموليكس قال بانه ما كانش مقصود وغير جا في الطريق. اما بالنسبه للقرايه هضر عليها بانها مهمه بزاف وبلا بها تقدر تلقى بزاف المشاكل في حياتك. ومنها هضر على البحث ديالو في الاجازه لانه هو عنده ليسونس سوسيولوجي وكان الموضوع البي اف او هو المثليه. وملي خرج للزنقه باش ياخذ بوان دي في ديال الناس المثليين لقى واحد الصعوبه اللي كبيره بزاف. بوز كيقول بانه نقدر نعيش في الزنقه ونتعلم اكثر من داكشي اللي قدر نقرا في الكتوبه. وبالنسبه لشهر اكتوبر باش يركز على الارقام فقط وبصح راه نجح فيها بحيث خدا مراتب متقدمه في قائمه بيلبورد وهو انجاز غير مسبوق. اما بالنسبه للتيم ديالو قال بانها تيم صغيره ولكن راه كيتقاتل مع الوقت وكيحاول يخرج برودوي ناضي. بوز هضر على واحد النقطه اللي مهمه بزاف اللي هي الارتيست اللي كان عنده بيبليك كبير بصح هذا هو الفنان اللي كيعترف به هو يقدر يفيزي بزاف الطبقات بدون داك الفنان اللي كيسمعوه قائمه صغيره تاع الناس. وانا ايضا مع بوز في هذه القضيه لان هادشي طبيعي الفنان اللي واعر ويقدر يفيزي بزاف الناس. وهادشي راه باين عليه في الكتابه تاعو بانه بدا كيستعمل مصطلحات اللي بسيطه باش كلشي يفهمها. وبالنسبه لاول كاش خدا بوز شرا بيه طوموبيل باش يفرح العائله ديالو ويبان لهم راه دار شي حاجه وشوف الضحكه في وجه الوالده ديالو. بالنسبه للانترفيو قال بوز كان متمنع منهم لانه عنده مشكل مع الكاميرا وما كيبغيش يدوي على راسه. والصراحه باين عليه غير في الطريقه تاعو مع الهضره. وزاد كاع على المورفين بانهم الاحسن يبقاو غير في بيف. وبالنسبه للشو اللي هما قلال في الكارير تاعو قال عليهم انه ما كيبغيش يديرهم او يزعم عليهم لسبب الموسيقى تاعو ماشي فايب اكثر ما هي ليريكس ولي بارول فقط. واخا انا متاكد الى دار شي شو في المغرب غيتفرقع تاع بصح. وقال بان اوبي ساندوز غتكون تورني في البلاد اللي غتكون لايف. الياس الملك هضر عليه بوز بالتضامن معاه لان
انه ماشي شي حاجه اللي كبيره نوضوا عليها الصداع كامل ود الروينه، لانه الامازيغ كاين بزاف الامور اللي خاصهم دافعوا عليها من غير الياس المالك. الاكتئاب مصطلح قال عليه بانه ما كيعرفوش، ومصطلح التضحيه يعني الناس اللي كيبغي كيبقى ديما عايش على قبلهم، والعائله عنده شي حاجه اللي مهمه بزاف وضحوا عليه بزاف الامور. الحب بالنسبه ليه مهمه معقده وما كيعرفش علاش كيبغي داك الانسان. والخيانه بالنسبه ليه هو النفاق اللي كتكون في دوبل فاس. فكره الاوبي سوندوز هي الشومبر اللي كانت فيها مراته من بعد لاكسيدو اللي وقعت ليه، وبزاف الناس اولوا بانها هي رقم الطوارئ، وهي بصح تاويل صحيح وغلط في نفس الوقت اكثر ما هو تاويل صحيح. اول حاجه باش غادي نعرف بان مراته كانت في الشومبر سوندوز، وثاني حاجه راه ملي كتشوف ذاك الرقم اول بلان كتحط لك في بالك هما الطوارئ، بلا حتى تفرج في الانترفيو اللي كيجي عنده في لي كومونتير كيقول لا راك غلط، لا سوندوز هي الشومبر اللي كان فيها مراته. وبالنسبه للهضره على مراته جات واحد حرق على داك الشيء اللي وقع ليه، وكذلك هذا التفاصيل ديال الاكسيده اللي وقعت ليه اللي كانت تفاصيل مبشعه شابسه. وبالنسبه لاكثر ديسك قريب ليه القلب هو تيتر سوندوس. وبحال هكا قدرنا نلخص لكم الانترفيو في اهم النقاط اللي هضر عليهم بوست، وكذلك الدراري ما تنساش معاك لايك ابوني لاشين وتهلاو ليا فراسكم. يما غادي مرسكي موسيقى اللي باقا جايبه بوكوراس لارس لارس كل ليله متاسته زاد لكوكاينه كانت اللي في لادرس 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 راجع خطوة اللو